work, I'm looking for a job. يلا نطالب يلا نقرر. الشعب يقرر شعب يريد يزرع يخطط وخيره يزيد يطلب وظايف حل البطالة إنشاء وتعمير يكفي جهالة. شعب يقرر شعب يريد صحة وتحرير وخيره يزيد وما يتمرد يصبح مجرد وقش موحد ما يخبى أحد علم صحة ما وكهرب وجيش يحمل كل مكسب. يا شعب حاسب حاسب وزيرك يا شعب راقب. يلا والشعب يقرر قد قد يكفي والسلطة للشعب هذه الحلقة برعاية نيتروبين. لنمو طفلك ولصحة جيدة نقدم لك نيتروبين، كل ما يحتاجه طفلك من غذاء صحي في بداية مراحل نموه من الكالسيوم والفيتامينات تجديها في نيتروبين، غني جدا بمكوناته وعناصره الطبيعية 100%، متوفر بتراكيب مختلفة وبحجم أكبر وبسعر مناسب، أسباني الصنع وخالي من المواد الحافظة. يا مرحبا حياك الله، من معي؟ يا هلا وسهلا بالغالي، حياك الله حياك الله، ما في نفسك، ابشر من العيون من العيون احسن اقليم لك. انا بعدت الوحدة خليت هذا لك، معك اقليم جاهز احمد اشتي من رولا وخذه، ولا يهمك ولا يهم الله، يا انت قد خدمتنا كثير وهذا واجبنا. الله يحفظك. كم عددكم؟ 10. اشتري لك باص يا سيد، هذا ما ينفع لك يقلي، مع السلامة. 10 مفرشتي لهم يقلي علي بعدها. تفضل سجل عند افتح ورقة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. صلي على رسول الله. اللهم صل وسلم عليه. هذا بيتو الأقالي من هنا؟ أنا بيتو الأقالي. من أنت؟ أنا من البلاد. ها أنت من البلاد؟ أيوة. افتح ورقة اقليم خلاص. أيوة اقليم. اقليم خلاص امشي أنت وإحنا نرسله لك للبلاد. اسمعني. ما بالله ضروري إيش أقول لك يعني اللي هو الشهر داخل إنه ولا إيش أقول لك كيف نشتري اقليم؟ كيف نشتري اقليم؟ اسمعني صلي على رسول الله. أشتري من الغرب بحر. ها من الغرب بحر. أيوة الأقليم يسبحوا الجهال ويكونوا يصبرون إذا يتغسلوا. البلك عندنا قديم شمال بلاج السمك. هو سمك لا معي خوار ويتنفسوا، هذا من الغرب. تمام. من الشرق يعني نوع جبال، 4-3 جبال وسهول وديان ونفط، باب النفط ولا شيء. تمام. نجي تتبضع من هذا مصاريف للبيت وما اشتي جبال وكذا مع الجبن مع انه اقليم للعمر، مش يوم يومين، هذا اقليم للعمر. بعد ما عاد في نفسك ومش بعدين فقدت بطيء الاقليم قبلي. ما عجبكش القبلين؟ برد هذا برد على ابو برد عايزكمه. ايوه ما عاد باقي معك. ايوه الحين خلوا يكتب لي ورقه. كم بدل بس وانتم كم تشتغل مقاس كم الاقليم؟ يعني زعما تقول مقاس يعني سامي قليم قليم. لا بس ولا يهمك، الا احسن قليم يوسع لكم كلكم. يلا وضعكم مسبح عندنا. تمام يلا خاطرك علي بعده. يا اخي ايش اللي قلب حق حاله؟ ما عاد مشيش. ما الاقليم قال؟ ما اصحاب البلاد سيحوا ما عاد شوش. ايش سيحوا فوقك احسن اقليم معاكم؟ بعدين بعيد، لا بين هنا بحر ولا جبال ولا مقابر ولا بين حاجه. ايش تفعل بالجبال؟ الجبال تزاحم فاضي. بعدين حمل ما عجبني. يعني ادينا لك افضل اقليم، جو معتدل، يعني اول واحد بقيت كلهم بارد، انت لك اقليم بارد. ادينا بارد، ادينا بارد، اسكندينا بارد. اول شيء تقول لي اللوز. ما نشيش يا اخي. انا مسكم انا كذا. ما نشيش. زيد راح غير له اقليم بارد. مالك مستعجل اصبر. المدجل حقي خارج بعد لا اقليم ولا مدجل. خاطرك. الله معك. اللي بعده. اللهم الله عاد باقي اقاليم فاضيه معانا. فين اغلي محقنا؟ نظف هناك في المطبخ، نظافه مشانه. انت في وزع اغالي؟ ايوه هذا مكتب الاغالي. فين اغلي محقنا؟ ليش انت من فين؟ شوف السوق. ها قدام السوق. ها انا في غسل هناك سياره، غسل
مساء. ولو تغسل لنا هذا الأقاليم خاصة باليمني. أقاليم اليمن بس. أيه. شوف إيش غارو غارو من جالس قوم 40 يوماً مش 40 يوماً. أيه. صار منهم. إحنا هنا 30 سنة هنا 30 سنة كم 40 يعني؟ لا ما أعرف. ما تعرف. ما تعرف. أشوف أنا أعرف أقاليم قبل ما أغلب الدنيا فوق رؤوسكم. إيش تشتم من الأقاليم؟ أقاليم حقنا. في غسل سيارات هناك في الأسمر صغير يلعبوا يعني ما فيش مكان لعب ما فيش مدينة حقنا فين تشتغل مكانه الغليم 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 خلي قدام السوق قدام السوق قدام السوق قدام السوق طيب تن عشان في غسل سيارات في عمل هنا بشغل حريقة خلاص سجل اكتبي سجلي اكتبي غليم الحبة السوداء شوفي ورقة هناك غليم الحبة السوداء أصحاب الغلوب البيضاء خلاص توكل اللي جا نرسل له عنده على اساس انا مش فاهم شوف غال المسل اشغال المسل غال اغليم في اليد ولا دوله فوق الشجره ما مش فاهم انا اكتبي سجلي هنا صابون ايش من صاب مش علينا صابون ما علينا الاغليم عليك ما صابون يلا مش مشكله بس اغليم زي الناس خلاص ولا يهمك خلاص اسوي كذا كذا خلاص امشي احنا نشوف الموضوع شوف انا بسبوك كان تسبوكنا تمام خلاص ما تمسح جاهدين الكرام الاقاليم موضوع حلقه اليوم نتابع خلاص يا اخي بس امشي خلاص امشي صابو مشاهدينا الكرام وما زال البحث جاري عن الدوله ما زال اليمنيون يبحثوا لهم عن دولة وإلى اليوم لم يحصلوا عليها جربوا الدولة الشطرية ما نفعت حروب وضرب ومقتالة جربوا المركزية سلب ونهب وفقر الفرق أن الدولة الشطرية كان كل شيء للحزب والدولة المركزية كل شيء للزعيم إلى أن دخلوا إلى مؤتمر الحوار وفي رأسهم هذا الهدف أنه كيف نحصل على دولة شكلوا لجنة سموها لجنة الحكم الرشيد غالبيتهم اقترحوا وتبنوا فكرة نظام الأقاليم أو نظام دولة اتحادية أتت مشكلة أخرى وهي كم عدد الأقاليم كم من الممكن أن تكون بلادنا أقاليم ففي ناس معهم مقترح أن تكون مبدئيا إقليمان أفضل من 6 أقاليم وفي ناس يقترحوا أن تكون عدد الأقاليم 6 أقاليم تم بناء هذه الدراسات بناء على تجانس اجتماعي وجغرافي وترابط لكل طرف له مبرراته فمثلا هذه اقترحوا اقليمين اقليم في الشمال واقليم في الجنوب جو ناس من أبناء الجنوب رافضين هذه الفكرة اقليم حضرموت حضرموت ينبغي أن تكون مركز لإدارة اقليم وليست تابعة لإقليم مركز لإدارة إقليم أو ما قلنا عنه الإقليم الشرقي أو إقليم المناطق الشرقية المهم أن أبناء حضرموت وما حولها من المحافظات المهرة وشبوة وسقطرة يرفضوا أن يكونوا تابعين لأي إقليم آخر ما دام أن البلد ستتجه إلى الاتحادية إذن ينبغي أن ننصف من أكثر من 46 سنة ونحن مظلومين كان منطقهم أنه يا جماعة إحنا عانينا من المركزية سواء كانت من صنعاء أو من عدن إحنا لا نريد أن تعود مراكز النفوذ والقوى السابقة ولا نريد الحكم الشطري خلونا نحكم إقليمنا ونطوره وننميه بأنفسنا وبأيدي أبنائه فتم تحديد لجنة رئاسية جديدة تحدد عدد الأقالي أعلن رئيس اليمني عبدالرب منصور هذه اليمن دولة اتحادية مكونة من 6 أقاليم 4 في الشمال و2 في الجنوب حيث يلقى هذا القرار معارضة الحراك المسلح فيما يرفضه الحوثيون تماما جزء من الحراك كان له اعتراض على هذا التقسيم أيضا الحوثيين لهم اعتراضاتهم ولهم شروطهم على الأقالي أما إذا تحدثنا عن الحوثيين فهم كانوا دائما يطالبون بإقليم يشمل محافظة حجاج إلى جانب صعدة في الشمال وأيضا عمران لضمان أيضا وحصولهم على منفذ بحري كما نشاهد هنا يحصلون من خلاله على كل أشكال الدعم الواردة من إيران طبعا عبر البحر الأحمر
طبعا لهم مبرراتهم الحوثيين بيقولوهم يحتاجوا إلى ميناء، الميناء من أجل توصل لهم المساعدات الإنسانية اللي بتوصل من إيران، تعرفوها طبعا، جبن وحلاوة وزيتون ومربى وحاجات يحتاجوها من إيران. تم الاتفاق إذن على 6 أقاليم بإجماع غالبية أعضاء اللجنة، لأنه مش مستحيل أنك كل القرارات 100%، لو الناس مجمعين ما يحتاجوش إلى حوارهم على رأي واحد. كان الغالبية الإجماع أن تكون 6 أقاليم. 6 أقاليم ظهرت مشاكل أخرى وتشعيبات أخرى وآراء أخرى، فمثلا وأيضا موضوع ذمار، كيف ستم التعامل معه من قبل الدولة برأيك؟ والله يا ستي من حقهم، من حقهم أن يعلنوا ذلك ما دام بن عمر عدو موجود، من حقهم أن يعلنوا أنهم ممكن يطالبوا بدولة مستقلة. ما شاء الله عليك والمقترع، أصحاب ذمار يشتوا يضموا إلى أقليم ثاني، ماذا اقترح لهم؟ دولة ثانية، دولة الذمار الاتحادية، دولة يرتاحوا فيها ورجال نكون نصير نتهرب، لحنا نشتري حليب الحق رصابة نصير نتهرب تهريب وهم يرحلونا وهكذا، ويمكن رئيس الوزراء الأضرعي، أنا اقترح الأضرعي قاعد رئيس الوزراء قاعد ضحكة وزبجة للصبح مع أصحاب الذمار. طيب وأصحاب تعز وإب ما رأيك يا صاحبنا؟ وإب ممكن ينفصلوا عن تعز لأنه تعز أكثر أوسع من إب وممكن يلتهموا. ها تلتهمها ليش؟ أبه سندويتش وكيكا وإيشي، خلاص ما علينا من ذمر. أجرى الضالع، الضالع أجرى ياك، كيف نزوي بهم؟ الضالع تنفصل عن عدن وعن أبين لأن الضالع لهم مزاج خاص وكذا. ها مزاجهم مختلف، صح مزاجهم مختلف، بس ما عرفنا إيش الآن ذل هنا، أنت محلل سياسي أو بتقسم تركة أو ورث أو كيف؟ كل واحد ها بزلو هذا دولة أنت وأنت بزلك 4 لبن و... طيب هذا بيقسم حسب المزاج، غيرهم أش قسم حسب أيش؟ أقاليم طائفية على أسس طائفية ومناطقية ومشاكل، دفع بإقليم نكهته زيدية وإقليم هنا نكهته شافعية وإقليم يعني مناطقي على مثلا حضرمي وهنا ومشاكل من الأقاليم. ها على أساس طائفي، هذا بنظر له على أساس طائفي، إقليم حنبلي، إقليم شافعي، إقليم زيدي، إقليم بركاني، إقليم جندي، إقليم الصوفي. من متى بنسمع عندنا أصلا في الفترة الأخيرة هذا بنسمع الطائفية والطائفية؟ أنا عن نفسي يسألوني ما طائفتك أقول والله ما لي علم، أنا أصلي وأصوم وأكل وأشرب ولا لي دخل، وإذا في مسألة ما قدرت أفهمها فاتين أسأل وقالوا لإجماع العلماء كذا ومشيت بعده، لا نسمع بالطائفية ولا شيء. هذا يتكلم عن الطائفية ولا مزاج، اللي بعده عن إيش؟ تقسيم بين القوى السياسية هذه بحيث الحوثيين يأخذون إقليم أزال، إقليم أزال، والحصراء يأخذ إقليم الجند والحديدة، وأصحاب الضالع يأخذون ذلك الإقليم ثم يذهبون ويحتلون حضر موت. وهكذا كلنا محللين سياسيين من بيتنا، ما نحتاج نسمع ولا ندرس ولا نتعلم ولا نقرأ. بعضهم يحلل إما أنه مش عارف وعن جهل، بعضهم لأنه منتمي لطرف معين فقد علموه وقالوا له كل كذا. الأقاليم جد من فكرة أغربية في الأمريكا بريطانيا تقسيم. مسألة الأقاليم مسألة قد يكون فيها نوع من الخطورة. هذه غزو أمريكي صهيوني أقبلت من تل أبيب، قسمونا ورحلوا الشعب. الأقلمة اليوم ليست كما يراها الباحثون، اليوم هي مشروع استعماري خطير. صراحة هي تخرب البلاد، مش حاجة كويسة، يعني بدأت تنعثر البلاد. الأقل ما مثلا ينفع في الإمارات لأن هناك ناس يعملوا للوطن. أما بعضهم في خيال واسع. الولايات اليمنية المتحدة، ما تعليقك على هذه الخطوة في مسار تنفيذ مخرجات الحوار الوطني؟ بداية سوف يواكبون الولايات المتحدة الأمريكية، فهل يا ترى الولايات المتحدة الأمريكية الآن ممكن يعني تخلق توأمة بيننا ومع الولايات المتحدة اليمنية؟ ما شاء الله أصبحنا الولايات المتحدة اليمنية، خلاص ما عاد بيش فرق توأمة إحنا وأمريكا، ما عاد بيش أي شيء. أنا عندما أسمع ما كذا أتخيل نفسي خلاص قدنا زي الأمريكيين، شعري أصفر وعيوني زرق وصاحبي اسمه بيتصل لي جون الحبيشي وأنا مايكل الربع، وخلاص تغير شكلنا وبنطلون الجينز وحركاتك ونظارات وفي ناس فسروها تفسير الأقاليم على طريقة أخرى. لما يسمى أقاليم أشبه بمن يقسم هذه الورقة البيضاء التي في يده
لم يستخدم المشرط أو المقص أو السنتي، وإنما استخدم بشكل عشوائي. بهذه الطريقة قسم اليمن إلى ستة أجزاء نحن في غنى عنها حقيقة. هكذا عملوا باليمن، كان وطن واحد وشططوه، وأنا لا أقول قسموه، شططوه إلى ستة أجزاء. شفتوا كيف شططونا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، شططونا زي الورقة هذا، وشططونا إلى ستة أقسام. بس هو حتى عندما شطط، شوفوا كم شطط، إحنا ستة وكم شطط؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. حتى هو ما قدرش يشطط سوا، شطط خمس وإحنا ستة أقالي. أنت تقلي ماذا؟ إحنا في النسكن ذي العينة أو تقطعوا له في الطريق، شطط سوا، شطط لنا بالعدل. يا جماعة، معنى أنه تقسيم إلى أقاليم هو تقسيم إداري، تقسيم إداري خوفتوا الناس ورعبتوا الناس وصورتوا أنه خلاص كل واحد إقليمه يعمر جدار أمام حق الإقليم، يلا وانت قلقتك حقك لا عدو يشوفش لا حوش الإقليم حقنا، وهذا كل واحد جهال يلعب باب الإقليم حقهم وما عاد فيش، وانت اسكب لكم أمام باب الإقليم حقك، وانت صايح ونعمل لجوء سياسي إلى المحوي تبون جوازات، ما بيش من هذا الخبر، ولا يخوفكم ولا يرعب. هو تقسيم إداري، احنا مقسمين 22 محافظة، ليش هذا ما بيدخل لهذا المكان وهذا ممنوع دخول له؟ ما هكذا المفروض وحدونا الى ستة بدل 22. فالاساس هو تقسيم اداري وتقسيم الثروة، بدل ما كان كل شيء يوصل له صنعاء، يعني صاحب حضرموت يشتي له يغير رقم الجلوس حق ابنه في الدراسة يجي له صنعاء عامل، ولا في الجوف يجي له صنعاء، ولا الثروات كلها المينا يوصل المحصول لا صنعة، ومصنع اسمنت عمران يوصل لا صنعة، واصحاب الحديدة المنافذ يوصل لا صنعة، كل اللي فيها هنا لا. الان يتم توزيع عادل للسلطه، مبلغ وثروات سياديه توصل للدوله المركزيه، والباقي على اصحاب المحافظه على اصحاب الاقليم، يتوزع يستفيدوا الكل بدل ما شله بس ياكلوها. هو تقسيم إداري بالأساس فقط، ولا يفجعوكم. الدولة الاتحادية هو يعتمد بصورة أساسية على توزيع السلطة والثروة، توزيع عادل ومنصف، يعيد الاعتبار لكثير من المحافظات اليمنية التي تم تهميشها، وأيضا يعطي للناس مسؤولية إدارة شأنهم المحلي. فالعملية ليست لا يعني كما هو كما يتصور البعض الآن، الأقلمة ستؤدي إلى أن كل واحد يستقل 100% بموارده وإلى آخره. وهكذا خوفونا ورعبونا وما فيش اتناع وافي، ثلثين العالم ماشي على نظام الفيدرالية، يعني من الصين إلى برازيل إلى ماليزيا إلى أمريكا إلى الإمارات العربية المتحدة، وكثير من الدول ماشين على النظام الفيدرالي والدول متقدمة، يعني لا يفجعوش الناس. هل تتوافق الفيدرالية مع طبيعة اليمن؟ وما كناش نحتاج لهذا الفيدرالية، هذه الفيدرالية هو مخطط أجنبي حتى يستطيعوا في يوم من الأيام يثيروها في أي مشكلة. يا سلم سلم، أما قنوات علي صالح فهم بيضحكوا على الشعب بطريقة هبل، لا هم بيشتغلوا ويكذبوا سوا ولا يقدر ولا سكتوا، يعني على ما بيضحكوا. هذا قال لك مخطط أجنبي، إيش من مخطط أجنبي؟ على الثانيين إذا اعترضوا عاد فيه. أما الجماعة هؤلاء موقعين وجالسين يبينونك حرصهم على الشعب وعلى الوطن، وقد وقعوا، مش هذا بس إنهم وقعوا، أيضا علي صالح طرح المقترح هذا من قبل. جاء على قادم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية والاقتصادية. شفتم علي صالح طرح المقترح هذا من قبل، قبل الثورة بشوية، لأنه شاف لأنه نظام إداري فقط، بس إنه منها علي صالح وهذا مشروع وطني، مشروع حضاري ويسعى إلى نهضة وبناء وتقدم اليمن الحديث، لكن من الناس الثاني وبإجماع الشعب وبإجماع جميع طوائف الشعب وأحزابه وكذا، لا هذا عمالة وهذا خيانة وهذا أمدري إيش وهذا تتقسم البلد وإحنا خايفين على الوحدة وإحنا، وخوفوا الناس. تتمزق البلاد؟ ما تتمزقش البلاد، تتمزق جيوب الفاسدين اللي كل شيء لهم. في ناس تتضرر اكيد من كل الاحزاب، من كل الاحزاب تتضرر، لانه في اشخاص يستفيدوا على حساب الوطن كله.
هم معناه تجار قليلين في البلاد هؤلاء، هم المتحكمين بالشركات بالغاز بالنفط بالسياحة بالاستثمار بالتجارة بالاستيراد بالتصدير كل شيء لهم، والمناقصات لهم. يعني حتى شركة التكاسي زحموا لك المساكن التكاسي والمطورات قد بيعملوا لها شركات من أجل يستفيدوهم. لا الآن ما عاد يقدرش، أول شيء لأصحاب المنطقة وأصحاب الإقليم، بعدين إذا ما في تشتي تجارة كبيرة يشوفوا تجار من خارج، بس يبدأ أصحاب المنطقة يستفيدوا منها من المشاريع حقهم بدل ما يجلسوا بس يشموا الغبار حقها. لا ما في خوف أبدا. نظام الأقاليم سيحاصر الفقر ويحسن استغلال الثروات والموارد سواء المركزية أو الموارد المحلية. النظام اللامركزي سيحدث نهضة معنوية في نفوس الناس، أنه إذا أردنا أن نكافح الفقر فلنكافح الفقر بالعمل بالإنتاج. مشكلة البلد هذه هي مشكلة إدارية ومشكلة إنتاج، لم نحسن استغلال مواردنا الطبيعية ولا ننظم استغلال مواردنا البشرية، وبالتالي فنظام الأقاليم سيعطي فرصة للتنافس. طبعا عندما درسوا الأقاليم وجدوا أن كل الأقاليم لديها ثروات، كل إقليم لديه ثروات وموارد ومصدر دخل يكفيه وأبنائه، في ثروات سيادية يقسمها للبلد، وباقي كل الأقاليم لديها ثروات. بلادنا بشكل عام فيها خيرات وبلد ممكن نعيش بأحسن عيشة، فلا تخافوا أن هذا يفقر وما عاد معه ولا ريال وهذا يبقى غني ويصبح دولة أوروبية، ما فيش هذا الخبر. كل الأقاليم لديها موارد، ولا نخاف على صراع ولا نتقاتل ولا نتناحر. أصبح الشارع الآن هو في صراع حقيقي فيما بينه، يعني نتوقع في المستقبل ألا يقبل أبناء الإقليم سين أن يتحالفوا مع الإقليم صاد، يعني هي الشارع إلى أن يدخل في صراع مستقبلي. هل حقيقة في صراع في الشارع والمواطنين بيتصارعوا على الأقاليم ويتناحروا، أم في صراع بس في مكان آخر؟ الصراع اللي معنا هو صراع بين مجموعات المصالح، هذا هو الأساس. أصحاب المصالح عادة يبحثوا عن ضمانات، واللي كل اللي خرج مؤتمر الحوار لا يبقي ضمانات لا لحركة ولا لمسلحين ولا لمجموعة ولا لقبيلة ولا، يعني إلى حد كبير هناك قلق من المصالح. عرفتم فين الصراع؟ الصراع عند أصحاب المصالح، عند أصحاب المشاريع الخاصة، عند أصحاب المصالح لنفوسهم. أما المواطن ما حد يتضارب ولا حد قاتل ولا يشتي واحد يموت على شيء. لا يهمني ما المواطن، لا يهم دولة اتحادية، دولة مركزية، دولة إقليمية، دولة مخضرية، معك أكل، معك شرب، معك غاز، معك كهرباء، معك مدرسة، هذا يهم المواطن. المشكلة أنه بيروح على المواطن ضحية لأصحاب المصالح الكبيرة الذي لديهم ضموح ولديهم يعني مصالحهم الخاصة. أما المواطن ما يشتي، لا يشتي دولة إقليمية ولا دولة معجنية ولا دولة مخبصية، يشتي يستقر ويأمن على نفسه وعياله في بيته فقط. يا أخي هذه المبالغ الآن التي يصرفوها على حكومة البرلمانات وعلى حكومة الأقاليم، كان الأولى بها هذا المواطن، كان أولى بها هذه المناطق والمديريات والعزل. ما صاحبنا يا صاحبنا والحرص على المال العام ونفسه في قنواتهم ما قد قسموش، ولا قد في أقاليم، ولا قد بيصرفوا للأقاليم، ولا قال لك لو بيخلوا الفلوس هذا ولا إيش بيصرفوها يخلوها المدري لمن، ما قد فيش أقاليم يا عزي على من بنصيح اللي شحبت حلقك فاضي. صح وضعوا موازنة للأقاليم وقالوا تكلفتها إلى 31 مليار دولار هذا لتأسيس أقاليم، قالوا إنه في دول الآن تكفلت بها، دول خليجية تتكفل بالمبلغ، هي عبارة عن بنية تحتية لكل الأقاليم بحيث يكون لكل إقليم له بنية تحتية وهذا لصالح الشعب. يعني لا قد تكذبوش عليهم ولا تخافوا انك بيصرفوا، عادوا اذا وصلت التبنية الشعب. المهم البعض بدا يحرض بشكل مخيف على مشروع الأقاليم. مهما حاول الاعداء ان يمزقوا هذه الارض ستتمزق اجسادهم والاشلاء الاشلاء، لن تمر هذه الأقلمه الا على جثتنا. يا الله ورجعنا للتحريض ورجعنا للدماء والجثث والاشلاء وعلى جثثنا. يا جماعة لو على ما فيش داعي للحوار، الناس دخلوا الحوار إلا من أجل الجنب والدماء والأشلاء والقتل والتشريد والتمزيق والمدرياي لجؤوا للحوار، أما إذا في جثث وكذا خلاص نقلب أبوها غابة والبقالة الأقوى، كل واحد يقتل ولا والقوي قتل الباقين وخلاص وموتهم. لا إحنا لجؤوا الناس للحوار من أجل
ما نشتي جثث ولا نشتي دماء ولا نشتي قتل وتشريد. خلوا الأمور تمشي بالحوار، والكارثة والمصيبة فين؟ مش لا في الدولة الاتحادية ولا في الدولة الأقاليم، ولا الكارثة والمشكلة أن احنا نبقى بدون دولة. أما إذا في دولة سواء كانت اتحادية مركزية فدرالية سهل، الكارثة أن احنا نبقى بدون دولة زي واقعنا الآن. أشوفكم بعد الفاصل. هذه الحلقة برعاية نيتروبين. لنمو طفلك ولصحة جيدة نقدم لك نيتروبين، كل ما يحتاجه طفلك من غذاء صحي في بداية مراحل نموه من الكالسيوم والفيتامينات تجديها في نيتروبين، غني جدا بمكوناته وعناصره الطبيعية 100%، متوفر بتراكيب مختلفة وبحجم أكبر وبسعر مناسب، أسبانيا الصنع وخالي من المواد الحافظة. شاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد. فقرتنا الآن فقرة الصحافة والعناوين الإخبارية، نبدأها ببعض الأخبار، وأنتم تعرفوا أخبار الصحف عندنا، بعض الصحف كلها على حسب نوعية القات، إذا القات حلو فعرف أخبار تطير لك الرازم وتطير لك العقل بكله. نبدأ بأول خبر يقول: صحيفة اليمن اليوم، إخوان اليمن يعدون خطة لهجوم إلكتروني ضد السعودية، تنشيط الكوادر عمالا وطلابا المقيمين في المملكة. بالله عاد في حياة أو ما عاد فيش؟ ما عاد باقي إلا المغتربين، تحرضوا عليهم تلحقوا بعدهم، تحرضوا عليهم شوفوا صورتهم من أجل تقطعوا أرزاقهم. قال لك الطلاب وعمال بيستعدوا لهجوم إلكتروني على المملكة، الله يحصل قيمة فيزا، قد باع الذهب وباع البقرة من أجل يحصل الفيزا، وفي الأخير تجي تقولوا له بيستعد لهجوم إلكتروني. بعضهم ما يعرفش يعني على الخبرة اللي في بلادنا، سروا وما بيش معه كهرب كيف يولع اللمبة، وهناك يوصل يخترق إلكترونيا. عيب عليكم، استحوا لا تحرضوش على المغتربين، ما نفعتهمش، لا عاد تنكدوا عليهم ولا عاد تضروهم، كنتوا سبب في ترحيلهم من هذا البلاد وتشريدهم وأكلتوا خيراتهم، لا عاد تلحقوش بعدهم تقطعوا رزقهم. لا هنا يكفي، يكفي الآن 100,000 مدري كم قد رحلوهم وقطعوا أرزاقهم. اضحكوا على الشعب داخل أخوان المسلمين، وأنا عارضكم أخوان المسلمين، جمال بن عمر بأخوان المسلمين، قلتوا مجلس الأمن أخوان المسلمين تمام، لجنة نوبل أخوان المسلمين تمام، إن شاء الله سعيد اليهودي إخوان المسلمين ما لا نشتق. رجاء خرجوا المغتربين من لعبتنا ومن سياستنا العفنة في هذا البلد، اضحكوا على الشعب، حرضوا على، بس كده الشعب خلاص متعود داخل، بس تلحقوا للذي قد هرب منكم وتقطعوا رزقه ورزق أولاده. المغترب فيها اللي مكفيه، فلا يعني مثل هذا الأخبار يعني يمكن تحدث بعدها إجراءات ويحاصروهم ويعاقبوهم يلاحقوهم، مش ناقصين مش ناقصين. رجاء خرجوا المغتربين من هذا التحريض. هذا صحيفة اسمها الأولى، الخبر يقول: القصر الرئاسي بعدن قاعدة للاستخبارات الأمريكية. سمعتوا الخبر؟ ايش فهمتوا منه؟ طبعا هذا صحف وطنية، صحف يهمها أمن واستقرار الوطن والمصلحة العليا، وتصرف وتوزع في كل مكان. هذا بيحرضوا على الجيش والأمن، يقول لك هذا القصر الرئاسي بعدن هذا هو مقر استخبارات أمريكي عادي، فتشروا ويعطوك خريطة ويساعدهم الخريطة تحت، يقول له ويحدد لك هذا المكان وهذا المدخل وهذا، يعني ما يشتي يفجر ما عاد يتعب. شوف بس هذا الصحف، هذا بيحرض الآن على منشأة وعلى مكان وعلى جنود يمنيين بصفتهم أمريكا، هذا أمريكي وهذا إسرائيلي وهذا صهيوني، يلا دكوا فجروا يلا، وهو مسكين جندي. هذا صحفنا، هذا بيحرض الأول على المغتربين، وهذا بيحرض على الجنود المساكين من أجل يسوق للصحيفة حقه ومن أجل جماعته وحزبه وكذا. هذه ينتهي البلاد، يشوه صورة، يكصفوا ويدمروا، كل يوم يكون يحطوا لهم منشأة، اكصفوا هذا دمروا هذا، ويحرضوا عليها وعلى فئات من الشعب. هكذا هو الإعلام عندنا وهكذا هي الصحافة. الخبر يقول: الداخلية اليمنية القطاعات القبلية تسجل ارتفاعا بنسبة 90%. بشركم الله بالخير والعافية، فرحونا.
قال لك ارتفعت القطاعات القبلية 90%. الناس بيقول ارتفاع عائدات النفط، ارتفاع الناتج القومي، وهذا ارتفاع مستوى دخل الفرد، وهذا عائدات الزراعة، وإحنا فارحين نرفع في القطاعات القبلية، وهذا يمكن يحفزونا لأجل نوصل ل 100%. إذا وصلت 100% أحصل على برميل مجانا، وصرت قطع ويعملوا لك تخفيضات، اللي معه 3 برامل يخفضوا له خصوصا في رمضان. يا جماعة شوف لنا حاجة نفتخر بها، بس يلا المهم حاجة نرتفع فيها، ما نجلس تحت 99%، يعني رقم قياسي. الخبر اللي بعده، الخبر يقول جرعة صخر الوجيه. حياك الله يا صخر الوجيه، كيف حالك؟ قال لك جرعة صخر الوجيه الأسابيع اللي مضت دوخوا بنا وخلونا مصفرين منتظرين الجرعة. جرعة والمواطن الغلبان والمسكين دوخوا بنا وجننونا، وطلعت الحكومة بتقول لك ما فيش جرعة ولا بتناقش جرعة ولا شيء. طلع بيقول لك أنه وزير المالية صخر الوجيه بصفته المختص في هذا الجانب جاء قال لهم لدينا عجز مالي، خياراتكم كذا، اعملوا كذا، اعملوا كذا، وانتم اتخذوا الاجراءات اللي تشتهوا، بصفته وزير مختص. طبعا الذي بيشكوا يبكوا الان من هم ويبكوا على المواطن؟ هم اللي جرعونا 6 جرع من قبله، بس هذا كان مضاد حيوي، هذا كان فيتامينات، ايوه كان هذيك تبعد الحساسيه والحموضه الجرعه الاولى. ويكون في علمكم اذا قرت الجرعه اذا اقروها وطلع صد ما يقرها صخر الوجه، لازم يقروها 3 جهات ويصادقوا عليها. من؟ رئيس الجمهوريه، ورئيس الجمهوريه مؤتمر، ومجلس الوزراء، ومجلس الوزراء اغلبيته مؤتمر، ومجلس النواب، ومجلس النواب خلف الكوله مؤتمر. إذا أنتم وطنيين لا تطلعوش تبكوا في القنوات ولا كذا ولا، وقفوها من مجلس الوزراء ومجلس النواب رئاسة الجمهورية لأن أغلبية لكم، لكن شو تبينوا لكم وإعلامكم أن أنتم حريصين على الشعب وتبكوا وتذرفوا الدموع وكذا وفي المجلس تصوتوا عليها؟ لا، ورونا وطنيتكم في الحكومة في مجلس النواب والرئاسة. الجرع هذا ورفع المشكات النفطية لا يتحكم بها لا وزير ولا 2 ولا 3، لازم الأغلبية يصوتوا عليها. لا تضحكوش على الشعب، كان زمان تضحكوا علينا وكان تقولوا بدل الجرعة إصلاحات سعرية، وكان تحسسونا أن هذا سندويتشات وكان نفرح به، طلعني جرعة ودفقرونا. بس الآن قد الشعب فهم إصلاحات سعرية. في بعده الخبر يقول رئيس الأورغواي يتبرع 90% من راتبه للعمل الخيري ولا تتجاوز قيمة سيارته 2000 دولار. هذا رئيس دولة سيارته ب$2000 يعني ب$400,000، وراتبه تبرع به قال أنا يكفيني 10% من راتبي أكل وأشرب وأنا وعيالي. هذا رئيس الدولة، شوفوا صورة سيارته، هذا سيارة رئيس، وهذا هو الرئيس نفسه، شوفوا وكيف سيارته وكيفه وإيش لبسه، ولا مرافقين ولا حرس ولا مطرات ولا دوشة ولا الطقوم ولا يجي يمسح من قبل أسبوعين لأنه يمشي من هنا، وإذا خرج يصلي الشعب يرقد في البيت يصلي لأنه الرئيس خرج يصلي في الجامع يجلسوا في البيت حالة طوارئ. لا، خرج بسيارته متواضع، وهذه سيارة ب$400,000 قيمته. إحنا شوفوا كم كان المواكب، كان موكب علي صالح الأولى في ذمر والثانية في إب، ويطلعوا لك في الجبل ومرتصد زي النمل وبيتفاخر، وإحنا حراف شعب من نص الشعب تحت خط الفقر، والرئيس الجديد نفسه المدرعات والكل وكلهم، وكأن احنا دولة عظمى واحنا من دور الرياح، ومشايخ ايضا مواكبهم، وهذا الرئيس احنا عادوا يعين لا وزير ولا مدير وكذا، وقد الفلة طرحها والسيارة اخر مدير، لكن لا شهرين وراتبه تلقى لا 100,000. من انت الفلة هذا ومن انت السيارة هذا؟ والجهال سفرهم يدرسوا على حساب الدولة وعادوا مدير، ما بالك برئيس دولة؟ أغلب الفلل والأراضي والجبال والكذا محجوزة لهم، وإحنا شلونا الجن. بس اللي بعده الخبر يقول 3 رواد فضاء يصلون إلى المحطة المدارية بوقت قياسي. هذا بيقول لك هذا
خرجوا روسيين هؤلاء وصلوا إلى الفضاء في رقم قياسي 3 أشخاص ما أحلام بيوصلوا بس مش من هذا النوع، نوعية أحسن يعني ممتازة. التخلية وصول 30 انتحاريا إلى صنعاء، إحنا من هؤلاء اللي بيوصلوا لنا، من هؤلاء الطيبين الطاهرين، انتحاري هذا اللي ناقص، نموت كذا الشعب بيموت من نفسه ما عاد يشتوي، خسركم والله العظيم ولا نخسركم لا ديناميت ولا يعني متفجرات ولا بيموت من نفسه، يا حادث يا مرض يا سوء تغذية يا ما يلقاش ما يأكل ما يلقاش من يعالج، لا نخسركم ولا تنتحروا، احنا متكفلين نخلص على نفوسنا، كثر الله خيركم. اللي بعده، الخبر اللي بعده يقول حزب الإصلاح نعم للاستفتاء على الدستور بالسجل الانتخابي الحالي. ها نعم للدستور بالسجل الانتخابي الحالي، طيب ما وبتقولوا لنا انه سجل مزور وملفق واسماء وهمية وميتين وبخيرين، الان السجل الحالي بدو حالي طعم حالي ضري. الخبر بعده خبر رياضي، العداء رياضي شارك في بطولة عالمية، ايش قال؟ قال ظروفي صعبة والفقر يعيق مسيرتي واتمنى من الوزير وظيفة، شاركت في بطولة العالم بدون حذاء وانهيت السباق حافيا، الرياضة ما تأكلش عيش وبيع القات أفضل. سمعتوا الخبر؟ هذا لاعب يمني عدى في السباق، سر سابق فين في بطولة العالم في كوريا، وسابق أيش حافي بيجري حافي، يعني ما اشتروا ليش بوتي المفروض ما يشتري، شو يصير يشتري منين يتيهو فلوس؟ الوزارة يستلم المليارات والاعتمادات والمخصصات، ما اشتريتوا ليش بوتي؟ يرجع يجري حافي كأنه في صرح الجامع واحنا نشتري الرياضه تطور، بوتي يا جماعه بوتي يسابق لاجل ياخذ الكاس ويروح، يعني بخلتوا في البوتي، قال لك رجع بيع القات افضل لنا، الرياضه ما تاكلش عيش، يرجع يبزق يجري بين المغارس بين العلاقه. اللي بعده الخبر من مصر يقول فيفي عبده تحصد جائزه الامه المثاليه. هذا فيفي عبدو راقصة طبعا، الجيش المصري كرمها على أساس أني الأمة المثالية، عقبة لما يكرموا إلهام شاهين بجائزة أفضل داعية إسلامي. الله يعينك يا شعب مصر. مشاهدين الكرام وصلنا إلى نهاية الحلقة، نختم بمقطع أرسله لنا أحد المشاهدين، المقطع عبارة عن رجل مرور، رجل مرور يقوم بعمله ولكن بشكل فني بشكل مستمتع بعمله من أجل يعني يقوم بواجبه وفي نفس الوقت يريح ويلفت أنظار السائقين، نشوفه. هذا في بلادهم، أما عندنا نفس الرجل المرور لديه شقلبات ما شاء الله، يتشقلب وحركات فنية نشوف. شفتهم احنا هؤلاء المرور بيتضاربوا بيناتهم البين، بيتضاربوا وقفوا السيارات ورجعوا الناس يفرعوا عليه، يرجعوا السواقين يفرعوا بينهم ويفكوا بينهم، هو بيني وبينه كل فن، كل واحد بطريقته، احنا هكذا مناسب لنا، مضرابي فن لو ما يخرج التم من النغر. اشوفكم في الحلقة القادمة في امان الله. هذه الحلقة برعاية نيتروبين، لنمو طفلك ولصحة جيدة نقدم لك نوتروبين، كل ما يحتاجه طفلك من غذاء صحي في بداية مراحل نموه من الكالسيوم والفيتامينات تجديها في نيتروبين، غني جدا بمكوناته وعناصره الطبيعية 100%،
متوفر بتراكيب مختلفة وبحجم أكبر وبسعر مناسب. أسبانيا الصنع وخالي من المواد الحافظة. يلا طالب يلا نقرر الشعب يقرر شعبي يريد يزرع يخطط وخيره يزيد يضرب وظايف حل البطالة إنشاء وتعمير يكفي جهالة شعبي قرر شعبي يريد صحة وتحرير وخيره يزيد ومن تمرر يصبح مجرد وقش موحد ما يخبى أحد علم صحة مو كهرب وجيش يحمل كل مكسب يا شعب حاسب حاسب وزيرك يا شعب راقب يلا والشعب يقرر